اهلا بكم. لا نحقق الاعمال بالامنيات، انما بالاراده والعزيمه والاصرار نصنع المعجزات. الكثاره الشرطه في مواجهه النصر المدجج بالنجوم تاليسكا وكريستيانو وساديو ماني وغيرهم كتير. عموما الكثرة في مواجهة النصر. الاثنين 7 مساء بتوقيت العراق في ملعب المدينة الدولي ببغداد بمشيئة الرحمن، بين سبورت واس اس سي سعودية المشفرة إن شاء الله بمشيئة الرحمن. الشرطة سيكون رقم صعب للغاية في دور النخبة الآسيوي بنظامه الجديد، أقوى وأشرس الأندية بنظام مختلف. 24 تيم، 24 فريق، 12 من الغرب و12 من الشرق. دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد من وجهة نظر الشخصية حاجة في منتهى الروعة والجمال، بيضم 12 تيم، كل مجموعة بتضم 12 تيم، ال 12 تيم هتقابل منهم 8 فقط في المجموعة، يعني أنت مش هتقابل 3 منافسين، تمام؟ تخيل إن ال 12 تيم هيتأهل منهم 8، يعني الفرصة متاحة وبقوة. الناس اللي بتتكلم إن أنت هتشيل 3 و4 و5 و8 من النصر، الكلام ده مش صحيح، على أرض الواقع الموضوع مختلف، تقول لي إزاي؟ مبدئياً أنا مصري زملكاوي على الدوام. الزمالك كان في مواجهة النصر السعودي في ماتش في البطولة العربية، وكلنا كزملكاوية كنا بنقول اسكواد الزمالك تعبان للغاية، اسكواد كان تعبان وكان عندنا نواقص كتير في التيم، قلنا هنتغلب 3 و4 و5. الزمالك في الماتش داخل المستطيل كان متفوق على النصر لحد الدقيقة 85، والنصر تعادل معانا بهدف كريستيانو رونالدو. يعني داخل المستطيل مفيش أي حاجة غير الجهد والعرق، الكرة ما بتعملش فيها مستحيل، الكرة بتدي للي بيديها داخل المستطيل، ونجوم النصر بيعتمدوا على بعض، وبعيداً عن بيعتمدوا على بعض كلهم بيخافوا على رجليهم، كلهم بيخافوا من التدخلات القوية ومن الحماس وبالذات خارج الديار. أنا متأكد إن الشرطة هيعمل نتيجة إيجابية فوق الخيال، لأن مشروع السعودية مش زي ما أنت فاهمه، فالفكرة معينة للغاية. النصر الماتش مش مصيري بالنسبة له، إنما مصيري بالنسبة للكثارة للشرطة بمشيئة الرحمن. النصر لو الماتش ده محتاجه عشان يأهله أقول لك ماشي، إنما ده بداية مجموعة، بداية جس النبض، والنصر كده كده متأهل، فحب أقول لك الماتش على ملعبك وسط جمهورك، يا باشا اضغط بحماس وإن شاء الله بإذن الله هتعمل نتيجة إيجابية. عموما بمشيئة الرحمن، الشرطة صاحب الثلاثية، فاز ببطولة الدوري وكأس السوبر والكأس، وآخر 3 مواسم فاز ببطولة الدوري وصعد لسيمي فاينل البطولة العربية بقيادة المصري مؤمن سليمان، بيقدم عظمة والله العظيم. الشرطة في المجموعة زي ما قلت لك هيلاعب 8 فرق فقط من ال 12، عندنا مجموعتين كل مجموعة يصعد منها 8، هيبقى دور ال 16 رايح جاي مع تيم واحد، وبعد كده دور ال 8 هيبقى ربع نهائي في السعودية. تمام تمام. مجموعة الشرطة هتقابل 8 منتخبات، 4 ماتشات على أرضك أيا كان المنافس، حتى لو النصر لازما تجمع بناط، و4 ماتشات خارج الديار. الشرطة عنده الأهلي والنصر والهلال من السعودية، والوصل والعين من الإمارات، وبختكور الأوزبكي وبرسوبولين والاستقلال الإيراني. البداية مع النصر الاثنين 7 مساء بتوقيت العراق وسط الجمهور الزواق بمشيئة الرحمن. إن شاء الله من وجهة نظر الشخصية الشرطة قادر بقيادة المصري مؤمن سليمان، الشرطة قادرة على تخطي الصعاب. النصر مدجج بالنجوم، النصر لعب السوبر السعودي، النصر كمان لعب ماتشات في الدوري السعودي، الدوري الروشن السعودي 3 ماتشات، ولسه النهاردة مغلوب من الأهلي بهدف نظيف. معاك في ده كله، ما عنديش أي مشكلة. الشرطة من وجهة نظر الشخصية في علامة استفهام على بعض الانتدابات، في علامة استفهام على الماتشات الودية والمعسكر، عمل معسكر في مصر، خسر من الزمالك 3-2 وفاز على الشمس المصري 2-0، مفيش بطولة رسمية، مفيش ماتشات رسمية، فهي دي النقطة اللي مخوفاني مش أكتر ولا أقل، إنما الشرطة قادر وبقوة على تخطي الصعاب. جمال بالعمري علامة استفهام، عدم انسجام، بيطلب البطاقة، بيطلب فسخ التعاقد مع نادي الكسارة. عموما إن شاء الله بمشيئة الرحمن، من وجهة نظر الشخصية الشرطة قادر على تخطي الصعاب. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان 4-3-3، أحمد باسل وأحمد يحيى وأمير صباح، أقام هاشم ومناف يونس، روان الأمين، روان الأمين إن شاء الله، وعبد الرازق كاظم،
وتحتهم فهد اليوسف الجوكر من وجهة نظر الشخصية. وطبعا جمهور الشرطة والكثارة فرحان برجوع أحمد فرحان رسميا، ولكن مش هيشارك ولا هيبدأ من وجهة نظر الشخصية. البداية بسام شاكر، والبداية مع محمود المواس الوافد الجديد صاحب العشرين هدف في الكرة العراقية خلف المتصدر سلامات يا بطل أيمن حسين لاعب القوة الجوية، وأخيرا مهند في الهجوم. إن شاء الله الشرطة قادر وبقوة على تخطي الصعاب. عايزين الدعم يا شباب، ما ينفعش أشوف في كومنتات بعض الناس إن الشرطة ممكن يشيل 3 أو 4 أهداف، ما ينفعش أشوف وأقرأ إن الجمهور نفسه مش واثق في التشكيل ومش واثق في التيم. لا، الشرطة قادرة على تخطي الصعاب بنسبة كبيرة والله العظيم. أنا قلت لك قصتي مع الزمالك والنصر، ولسه بقول لك إن النصر بيتغلب عادي جدا من أي تيم، رغم كثرة المواهب وكثرة النجوم، ولكن المشروع السعودي مش زي ما انت فاكره. المشروع السعودي مش خاص بالكرة فقط، المشروع السعودي بيبص ل 30-40 سنة قدام. المشروع السعودي له علاقة كبيرة خارج كرة القدم، ولكن أحب أقول لك إن النصر على أرض الواقع مش هتلاقيه زي ما أنت فاكر، مش هتلاقيه يروح عليك ب10 و12 كرة في الماتش، لا يا باشا، هتستحوذ وهتمسك كرة وهتهجم، وإن شاء الله بإذن الله هتهدف في النصر بنسبة كبيرة بمشيئة الرحمن وسط الجمهور والحماس إن شاء الله. مفيش ضغط على اللعيبة يا شباب، لا، عايزين دعم يا شباب. إن شاء الله بمشيئة الرحمن الشرطة قادر على التأهل بإذن الله، لأن الشرطة أقوى من فرق في المجموعة. يعني هتقول الشرطة أقوى من الوصل الإماراتي من وجهة نظر الشخصية، العين حامل اللقب، ولكن الشرطة أقوى من بيرسبولين وأقوى من الاستقلال وأقوى كمان من بختكور. يعني إن شاء الله بإذن الله الشرطة ستأهل بإذن الله عن المجموعة دي.